كم مشاهدينا بيشوفوا فينا دوكا، اكيد حديث عن سخانه هذه اللي دايره حاله، الحال مغموم حرارة مرتفعة أيضا. وحراره جد مرتفعه خاصه على الولايات الداخليه. رانا حاليا دوكا نسجلوا بلال حوالي 45 درجه كاعلى مقياس انا نسجلوها على الولايات الداخليه. على العموم الولايات الساحليه كاين نسبه رطوبه معتبره، يعني الحال ثقيل ومغموم، تلحق حوالي 37 درجه بالجزائر العاصمه. نقدروا نقولوا بلي الحال شباب شميسه على كامل الولايات الشماليه. بعد الرعود العشيه ان شاء الله نرتقبوها على المناطق الداخليه الشرقيه والاوراس، كما نشوفوا على بتنا باريكه خنشله وام البواقي بسحبات سحب احتمال انها تمد بعض القطرات من الامطار. دائما الحال مغيم على اقصى الجنوب على مرتفعات الاكر والتسهيلي، تمن راس انغار عين قزام عين زوات تمياوين تنزا واطين اليزي وجانات، كما نشوفوا بسحب رعديه، ويكون ان شاء الله دائما الحال شباب وزوابع رمليه دائما تبقى تخص تمن راس انغار واقصى الجنوب وعلى اليزي وجانات. فيما يخص الريح الغبار ثاني يبقى دائما ينشط على غردايا زلفانه والمنيعه. كما قلت لكم الحال بزاف سخون خاصه على الولايات الداخليه، رانا نسجلوا حوالي 45 درجه كاعلى مقياس على قلما، نسجلوها ثاني على معسكر، ونسجلوا في حدود 40 درجه على تلمسان معسكر مغنيه دروما، 37 درجه بالجزائر العاصمه. على الولايات الجنوبيه راهي حاليا 46 درجه على عين صالح ادرار تيميمون، 42 درجه على اليزي وجانات، و36 درجه على اقصى الجنوب عين قزام عين زوا وتنزا واطين. في بخصوص الحال غدوة بلا إن شاء الله يبقى دائما الحال سخون على الولايات الشمالية، غدوة إن شاء الله راح نرتقبوا في حدود 46 درجة، هذا كأعلى مقياس راح نسجلوها على ولاية المسيلة. طبعا لأكثر تفاصيل راح نربطوا الاتصال بالمكلفة بالإعلام سيدة هوارية. مساءك سعيد سيدة هوارية. مساء الخير. إذا هوارية أكيد الحال بزاف سخون على الولايات الشمالية، تقدري تحدثينا أكثر على هذه السخانة اللي تخص معظم الولايات الشمالية؟ بالفعل وكما كان متوقع من حسب النشرية الخاصة اللي خاصة بموجة حر التي بتتها مصالح الأرصاد الجوية، يعني تبقى دائما هذه النشرية الخاصة سارية المفعول على أغلب المناطق الشمالية للوطن. يعني النشرية الخاصة كانت يوم الثلاثاء وحتى يوم الأربعاء، ولكن هذا لا يعني بلي بعد يوم الخميس وحتى الجمعة ما راحش تكون درجة حرارة مرتفعة، نبقى دائما تحت تأثير نفس الكتلة الهوائية الساخنة. درجة الحرارة راح تتراجع، ليست بموجة حر بل تتراجع نوعا ما، ولكن تبقى دائما مرتفعة نظرا لاستقرار هذه الكتلة الهوائية الساخنة على مناطقنا. نعم سيدة هوارية، يكون يعني حبيتي تقولي يكون تراجع طفيف في درجة الحرارة القصوى، تراجع تدريجي ابتداء من يوم الغد. إذا تراجع تدريجي من يوم الغد، ولكن راح نفقدوا بعض الدرجات فقط من 45 نروحوا ل 42 درجة، وابتداء إن شاء الله من يوم السبت، إذا يومي السبت والأحد راح نشعر بهذا التراجع، راح يكون تراجع يعني محسوس لدرجة الحرارة القصوى ابتداء من يوم السبت، بحيث تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة القصوى إن شاء الله يوم السبت وحتى الأحد على المناطق الساحلية تبقى ما بين 28 إلى 32 فقط، أما المناطق الداخلية والمرتفعات وحتى منطقة الأوراس درجة الحرارة فيها راح تبقى ما بين 32 أقصاها 40 درجة. إذا لاحظوا بلي إن شاء الله السبت راح يكون تغيير في الكتلة الهوائية وراح يكون تراجع إن شاء الله محسوس لدرجة الحرارة القصوى. ان شاء الله نبقاو دائما نتحدثوا سيده هواريه على الحال. اليوم تلحق راهي تلحق 37 درجه بالجزائر العاصمه، يتلحق حتى 40 درجه على عنابه جيجل وسكي كذا، يعني نسبه رطوبه معتبره. انا نحسب لي الاجواء خانقه، هل توافينا باكثر تفاصيل؟ نعم بالفعل، نظرا لهذه المناطق هي متواجده على المناطق الساحليه، اذا المناطق الساحليه هذه قريبه من البحر وين نسبه الرطوبه مرتفعه، زياده الى ذلك هذا الارتفاع في درجه الحراره راح يزيد في نسبه التبخر، اذا هذه نسبه التبخر راح تكون سبب في تكوين بعض الضباب الخفيف على المناطق الساحليه، ولذا نسبه الرطوبه تبقى دائما في الصبيحه مرتفعه، وممكن يكون يعني سبب في تشكيل ايضا بعض الضباب الخفيف حتى يعني خلال النهار كيطلع النهار شويه، راح هذا الضباب ان شاء الله يتلاشى تدريجيا ان شاء الله. اذا سيده هواريه، والحديث عن الولايات الجنوبيه لا يتشهد امطار موسميه اقصى الجنوب وعلى مرتفعات الاهجار والتسيلي، ودرجات الحراره غدوه ان شاء الله الحال راح يكون سخون على منطقه الواحات. اذا كان سيده هواريه، نعم. هل انت في الاستماع؟
إذا نعم كان أنا في الاستماع بالطبع. سيدة هو لي الحديث عن الواحات المناطق غدوة إن الجنوبية شاء الله، المناطق الجنوبية غدوة إن شاء الله الحر راح يكون سخون على منطقة الواحات وين نرتقب حوالي 47 درجة مئوية، بالفعل، والحديث عن الأمطار الموسمية. تفضلي. إذا بالفعل منطقة الهجار خاصة وليس الطاسيلي، منطقة الهجار حاليا تبقى تحت تأثير كذلك كتلة هوائية تكون نوعا ما رطبة قادمة من دول الساحل، وهذه الهوائية كي تلتحق بمرتفعات الهجار راح تكون سبب في تشكل بعض السحب الركامية لتؤدي إلى تكوين خلايا أحيانا تكون رعدة وتعطي بعض الأمطار فيها. إذا هذه وضعية جوية جد عادية، يعني متعودين هذه المناطق باش تنتقل الكتل الهوائية من دول الساحل نحو منطقة الهجار. إذا فيما يخص درجة الحرارة بالفعل مثلا على منطقة بسكرة وحتى الواد، يعني النهار الغد راح ترتفع نوعا ما درجة الحرارة، ولكن لا تعتبر بموجة حر بل تعتبر درجة حرارة قصوى مرتفعة لأنها ما رايحش تستمر في الزمن بإذن الله. والزوابع الرملية سيدة هوارية، شنب لي اليومات اللي فاتوا كان غبار قوي خاصة على الصحراء الوسطى وكان كاين الغبار. نعم هذه الفترة على منطقة الهوكار دائما برج بيجي مختار عين قزام كذلك منطقة جنوب ولاية أضرار، هذه المناطق في هذه الفترة هي معرضة ليست زوبعة رملية بل لتطاير الرمال. نعم إذا الرمال تأتينا دائما من دول الساحل وتنتقل إلى منطقة الهوكار وجنوب ولاية أيضا أضرار، وهذا ما يؤدي إلى تطاير الرمال ويعني استمر أكثر من 4 أيام على هذه المنطقة. شكرا، يعطيك الصحة سيدة هوارية، يومك سعيد لا شكر على ونشكرك على والدك، كامل هذه شكرا. التفاصيل. شكرا. إذا مشاهدينا كاين اللي حابين يروحوا لبحر بلال، نقول لهم بالطبع. اليوم إن شاء الله البحر على السواحل الشرقية والغربية والوسطى راح يكون على طول شريط الساحل، على العموم راح يكون جميل، فقط اتجاه الأمواج على السواحل الغربية والوسطى راح يكون شمالي شرقي، على السواحل الشرقية راح يكون من شمالي إلى شمالي شرقي، يعني البحر يكون يعني مليح. يكون مليح إن شاء الله. هو اللي حابين يروحوا البحر خاصة مع هذه السخانة، أنا ما بقى لي غير نقول لكم جنبوا تعرض لأشعة الشمس دايما نوصي بها خاصة أوقات الذروة من 11 حتى 4:30 تاع العشية إن شاء الله، هكا باش تحافظوا على صحتكم ودايما الإكثار من شرب الماء. المياه